الحكومة العراقية خوش خبر هذا، لأن هم شنو يريد يحررون القدس كله من أجل فلسطين، ويقول لك هاي نجمع تبرعات لفلسطين واللبنان. إيه شلون بالله شوفني هاي القرار مالكم. الحكومة العراقية تمنع الفلسطينيين من العمل كسائقي تاكسي، وتمنع منحهم رخصة عمل رغم أنهم كانوا يتمتعون سابقا بمعاملة مساوية للعراقيين بموجب القانون 202 الذي يسري حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني. هاي طبعا ما رايز. الآن أنتم مو رايحين تريدون تحررون فلسطين، يعني أنت شفتوها باردة قلتوا خلنا نحميها نحررها، زين ليش راكضين على رزق الفلسطينيين اللي موجودين بالعراق وهم قلة؟ طبعا لأن أنتم كنتم كتلتوهم وطردتوهم، وهذا صاحبكم الآن كله صايرة ضدي على موده وكلها تتهدد. وأنا إلا نجيبك أنت روح دمسع هاي، حط لك حفاظة عندك راح يجونك. عود ذاك اليوم تذكرني إني يحصرون ماكو حسرة الكلب هذا، عود اذكر يلا مو يريد يحررون فلسطين. الان الفلسطينيين ذولي كتلتوهم نعلت والديهم، هسه حتى وظيفة ما تخلونهم يشتغلون، وين يروح هذا؟ حتى يقول لك جمع تبرعات ودي الفلسطين، هذا يمك الفلسطيني هذا اللي عندنا شابع ضيم نوب، لا تعطونه شغل ولا شيء. والباكستاني ينطونه لان هذا شيعي، باكستاني شيعي يعطونه، باكستاني سني ينعلون والدي يقتلونه.